قعدت تزهزع، ولكم صباح الخير. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ اوكي. اذا برجع بكرر، نحن اليوم مستمرين بمحاضرتنا رقم 9، مستمرين بالتسويات الجردية، ورح نتناول اليوم تحديدا التسويات الجردية للأموال الجاهزة. كلياتنا بنعرف شو هي الأموال الجاهزة. هي عبارة عن الأموال المودعة في البنوك والمودعة في الصندوق. إذا الأموال الجاهزة عبارة عن أموال مودعة في البنوك أو مودعة في الصندوق. دائما بآخر العام لابد، نعم يا اوكي، رح ابعث لكم السلايدات ان شاء الله. نبعث لكم السلايدات يا حسن. السلايدات هي فقط لتبسيط المادة، كونه هناك أكثر من مدرس للمادة وهناك منسق للمادة، والمنسق هو من سيقوم بوضع الأسئلة. لذلك الدراسة أساسا هي من المحتوى العلمي للمقرر، إلا أنه السلايدات هي لتبسيط المحتوى العلمي. يعني بإمكانكم تشوفوا السلايدات، تدرسوا السلايدات، الشيء اللي ناقصكم طبعا ما في شيء راح ينقصكم. إن شاء الله السلايدات غطت كامل المحتوى العلمي للمقرر بالكامل، إلا أنه أحيانا في تمارين إضافية راح تكون قد تكون في المحتوى العلمي، بتمنى انه تحاولوا فيها وتحلوها فقط. اذا برجع الاموال الجاهزه باخر العام، وتحديدا حساب الصندوق. تحديدا حساب الصندوق، دائما امين الصندوق لابد انه يجرد لنفسه بشكل يومي. يا ترى نحن بنكتفي كشركه انه يجرد امين الصندوق لنفسه؟ طيب بركي هذا امين الصندوق ما كان عنده الامان الكافي، ما كان شغله كما يجب، ما لازم نراقبه؟ لازم نراقبه. نحن ايضا لازم نجرد له، كيف بنجرد له؟ بنقول له يا امين الصندوق الله يرضى عليك اعطيني دفاترك، يعطيني دفتره. بكون مسجل فيه كل الحركات الداخله والخارجه على الصندوق. بيطلع عنده رصيد اسمه رصيد دفتري وليكن 10,000 ليره. نقول له افتح الصندوق، بدنا نجرد جرد فعلي. رح نتناول بالتفصيل التسويات الجردية للصندوق، رح نتناول بالتفصيل التسويات الجردية للمصرف، لحسابات المصرف، وأيضا رح نتناول اليوم كمان التسويات أو صندوق، خلينا نقول صندوق المصاريف المتريه. لذلك لابد من الرقاب على الأموال الجاهزة بهدف حمايتها من السرقة أو من التلاعب. الهدف طبعا برجع بكرر، الهدف من أي تسوية جردية بما فيها الأموال الجاهزة هو التأكد من أن الأرصدة الدفترية مطابقة للأرصدة الفعلية. نحن بهمنا بالميزانية تكون الأرصدة كافة فعلية مطابقة للواقع الفعلي. لذلك نحن بنطابق الأرصدة الدفترية مع الأرصدة الفعلية وليس العكس، مثل ما ذكرت في محاضرات سابقة. أنا كل التسويات الجردية الغاية منها أنه أعمل قيود تسويات الجردية في حال كان هناك خلاف ما بين الأرصدة الدفترية والأرصدة الفعلية، بحيث أن هذه التسويات الجردية تجعل الارصده الدفتريه مطابقه للارصده الفعليه، كله بيكون مطابق للارصده الفعليه. انا اذا البوصله تبعي هي الارصده الفعليه. وبكيف وضع الارصده الدفتريه بما يتطابق مع الارصده الفعليه. انا لازم اجري تعديلات على الارصده الدفتريه من خلال قيود تسويات جرديه لتصبح مطابقه للارصده الفعليه. لذلك نحن رح نتعرف بمحاضره اليوم على صندوق المصاريف النثرية. هذا بجوز مفهوم جديد عليكم، صندوق المصاريف النثرية. رح نتعرف على الصندوق أو النقدية الموجودة في الصندوق والنقدية الموجودة في المصرف.
صندوق المصاريف المصري. ما هو صندوق المصاريف المصري؟ احيانا باي شركه في نفقات بيقولوا نفقات مصريه، ممكن مثلا تكون اجور نقل، اجور تصوير، قرطاسيه بسيطه، الى ما هنالك من هذه المصاريف الصغيره. يعني قد صغيره الحجم كثيره العدد. يعني ممكن كل يوم في عنا عم نعطي مثلا لشغيل من الشغيله انه روح خذ تاكسي وجيب حساب من فلان، او جيب له حسابه، او حصل منه مبلغ. هاي مصاريف بسيطه. لذلك مشان ما كل مره اعمل قيد يوميه وروح على الصندوق او على المصرف واعمل شيك وكذا، هاي مصاريف جدا بسيطه. شو قالوا؟ قالوا رح نفتح صندوق اسمه صناديق صندوق المصاريف المصرية، بدنا نخصصه هذا للمصاريف المصرية البسيطة، ورح نسلمه لشخص اسمه أمين صندوق المصاريف المصرية. نعطيه سلفة، بياخذ سلفة وليكن 100,000، بيتم يسدد من 100,000 لتخلص، بس تخلص بيجيب لنا فواتيره. هذا مبدأ صندوق المصاريف المصرية. إذا صندوق المصاريف يتم إحداثه داخل المنشأة، يستخدم في الصرف على العمليات المصرية صغيرة القيمة. أمثلة المصاريف المصرية مثل ما ذكرت، ممكن إكرامية لعامل، ممكن شراء وجبة، ممكن أجور نقل، تنقلات داخلية، أجور تصوير، مصروف بريد، إعلان، مواد تنظيف، إلى ما هنالك من هذه المصاريف. كيف أنا بدفع المصاريف المصرية؟ مثل ما ذكرت، نعطي مبلغ اسمه، نعطيه سلفة. يتم وضع مبلغ صغير في عهدة موظف هو معتمد السلفة أو أمين صندوق المصاريف المصرية. نعطيه مبلغ سلفة، نعطيه 100,000 وليكن مبلغ السلفة 100. هو بيتم يصرف من هاي 100 لتخلص، أو قبل ما تخلص بشوي بجيب فواتير فيها. تسجيل المصاريف المصرية. هذا أمين الصندوق المصاريف المصرية بده يسجل كل شيء. لما يقبض السلفة بده يسجلها بدفتر قبض السلفة، وكل صرفية بده يصرفها بده يسجلها بهذا الدفتر. إذا يجب على أمين صندوق المصاريف المصرية مسك سجل خاص بحركة المصاريف المصرية. كل شيء بيطرع أي حركة على صندوق المصاريف المصرية يجب أن يتم تسجيله في هذا السجل، بدءا من تاريخ صرف السلفة وحتى تسديده بالكامل. مدة سلفة المصاريف المصرية قديش مدتها؟ بنعطيه مبلغ لإمتى؟ هو على الأغلب عم تكون سنة مالية، نعطيه بداية سنة بده يسددها بآخر سنة، أو قد تكون هناك فترات أخرى. كيف بدي أعطيه السلفة؟ ممكن أعطيه شيك يروح يصرفه من البنك باسم أمين صندوق المصاريف المصرية اللي هو أمين أو هو معتمد السلفة. محاسبة صندوق المصاريف المصرية. عندي عدة خطوات لمحاسبة صندوق المصاريف المصرية. أولاً، أول شيء بدي أعطيه السلفة. أولاً صرف السلفة المصرية. لما أعطيه السلفة قد أعطيه من الصندوق أو أعطيه من المصرف، راح يكون من حساب صندوق المصاريف المصرية إلى حساب الصندوق أو المصرف حسب الحال. إذا لما بدي أعطيه سلفة لأمين الصندوق هو بده يسجلها. هو عنده صندوق مصاريف مصرية، بيكتب من حساب صندوق المصاريف المصرية هو صندوق محدث. صندوق محدث، صباح الخيرات تالا، صندوق محدث يختلف عن الصندوق الرئيسي للشركة. إذا من حساب صندوق المصاريف المصرية إلى حساب الصندوق. طيب أعطيناه مثلا 100,000، بده يدفع من هذا الصندوق دفع قرطاسية. إذا اثنين دفع المصاريف المصرية، راح يكون من المذكورين مختلف المصاريف اللي دفعها إلى حساب صندوق المصاريف المصرية.
إذا كل المصاريف اللي بيدفعها بيخرجها من صندوق المصاريف النثرية. أحيانا محاسب أو أمين صندوق المصاريف النثرية أو معتمد السلفة، المبلغ اللي نعطيه كسلفة ما عم يكفي، بقول يا ريت، بيقدم طلب للإدارة، لإدارة المنشأة، بقول يا ريت تزيدوا لي السلفة. إذا زيادة السلفة النثرية بكون بشكل مشابه لصرف السلفة النثرية من حساب صندوق المصاريف النثرية إلى حساب الصندوق أو المصرف حسب الحال. هلا بعد ما دفع، وليكن مثلا بمثالنا أخذ 100,000 سلفة، دفع منا 50 وزدنا له إياها ب10، الصافي يلي هو صار عنده بالصندوق 110، صرف منه 50، 150، ما هيك؟ خلينا نقول 120 بس مشان ما اتكرر ارقام، 100 صرف منه 50، بقي 70 او بقي 50، رجعنا زدنا له اياها ب 20 صار 70، بنهايه العام بده يسدد ال 70. واضح؟ هي تصفيه السلف النثري، وين بده يسددها؟ بده يروح على الصندوق او المصرف، من حساب الصندوق او المصرف الى حساب صندوق المصاريف النثريه. واضحه؟ رحنا تستخدم إحدى المنشآت نظام السلف لتغطية مصاريف النثرية المتفرقة، تصرف السلف النثرية في بداية العام، يتم تصفيتها بشكل دوري كل شهرين، يعني كل شهرين بدي أقدم فواتير أمين صندوق المصاريف النثرية، يتم تصفيتها كل شهرين بمبلغ 22,500. إذا مبلغ السلفة 22,500، يتم تجديدها، هاي السلفة بنجددها عندما تصل إلى حدها الأدنى البالغ 6,500، كل ما بده ينقص الرصيد 6,500 لازم يعوضها، لأن مو معقول ينتظر لحتى تخلص السلفة بالمرة يقول أعطوني سلفة، حطوا له حد أدنى هو 6,500، بس توصل السلفة النثرية 6,500 لازم يقدم الفواتير يلمعه لحتى يحصل كمالة ال 22,500. فيما يلي العمليات المتعلقة بالمصاريف النثرية متمثلة بصندوق المصاريف النثرية. أول خطوة، أول قيد، 1/1/2005 تم صرف السلفة النثرية إلى المحاسب بشكل مصرفي. تم صرف السلفة النثرية إلى المحاسب بشكل مصرفي، مين بيعرف شو هو القيد اليومية؟ من حساب صندوق المصاريف المثرية تمام إلى حساب المصرف، برافو برافو. من حساب صندوق المصاريف المثرية إلى حساب المصرف، من حساب، راح اختصر، صندوق مصاريف المثرية إلى المصرف، على اعتبار انه تم التسديد الى المصرف، على اعتبار انه تم صرفه بشك. والمبلغ قديش المبلغ يا شباب يا صبايا؟ قديش المبلغ؟ برافو، 22,500. طيب في 25/1/2005 قدم المحاسب كشفا بالمصاريف النثرية والذي تضمن ما يلي،
يعني هو صرف هالمصاريف هي، شو بكون قيد اليومية؟ من حساب المذكورين. برافو برافو، بدون ما نذكر شو المذكورين، من المذكورين إلى حساب صندوق المصاريف النثرية. برافو عليك. إذا عشان ما نرجع نكتبهم، القيد الأول كان من حساب المصاريف النثرية إلى حساب المصرف مثل ما ذكرتوا حضراتكم 22500، القيد الثاني من المذكورين إلى حساب صندوق المصاريف المصرية. المذكورين هي مختلف المصاريف، مختلف المصاريف اللي دفعها. دفع 7200 ضيافة، 2400 أذونات سفر، 2500 قرطاسية، و500 مصاريف نثرية أخرى. طلع مجموع 12600. ثلاثة بواحد اثنين 2005 تم زيادة السلف بمبلغ 5000 بناء على طلب المحاسب بموجب شيك مصرفي. ما هو قيد اليومية؟ تم زيادة السلف، نحن قلنا بشكل مشابه لصرف السلف النثرية، تم زيادته قبل ما نقول 27500 من حساب صندوق المصاريف النثرية إلى حساب، ننتبه، بموجب شيك مصرفي، إلى حساب المصرف. برافو، إلى حساب المصرف. إذا من حساب، طبعا ما بنحط 27500، زدناه بمبلغ 5000 فقط، ليكون عندي قيد اليومية من حساب صندوق المصاريف النثرية إلى حساب المصرف 5000. القيد الأخير ب 28/2/2005 تم تصفية السلفة وإيداع قيمة السلفة بعد الزيادة في الحساب الجاري. أي إذا تم تصفية السلفة وإيداع القيمة بعد الزيادة في الحساب الجاري لدى المصرف. نحن شو بدنا نساوي هلا؟ بدنا نشوف قديش قبض وقديش دفع. قبض 22500. إذا صندوق المصاريف النثرية فيني افتحه لحتى اشوف قديش دخل وقديش خرج. حساب صندوق مصاريف مصرية. أول شيء كان 22500 مصرف، هذا القيد الأول. بعدين إلى حساب من المذكورين، مذكورين دفع إجمالي 12600، هذا القيد الثاني. القيد الثالث كان هو عبارة عن زيادة صندوق المصاريف النثرية، إذا زاد من 5000 أيضا مصرف. هلا الرصيد تم ايداعه في المصرف، بدنا نشوف قديش الرصيد، قديش زاد من السلفه. قبض 27500. الرصيد هون لازم يكون بهالحاله لحتى يصيروا 27500 14900. هذا رصيد اودعه بالكامل في المصرف ليكون عنده من حساب المصرف إلى حساب صندوق المصاريف المثرية. واضح؟ هذا الرصيد أوضعه بالكامل بالمصرف، صف السلفة وحطه بالكامل بالمصرف من حساب المصرف إلى حساب صندوق المصاريف المثرية. هذا القيد الرابع والأخير أو الثالث أو عفوا الرابع. إذا تم تصفية السلف وإيداع القيمة في
الحساب الجاري للمصرف. هذا كل ما يتعلق بصندوق المصاريف المثلية. مثل ما ذكرت لكم، إذا فتحنا حساب صندوق المصاريف المثلية راح يكون عندنا 22500 مصرف، 5000 مصرف، 12600 مذكورين، هي تمثل مدفوعات، وآخر شيء 14900 كرصيد تم إيداعه بالمصرف وتم تصفية السلفة على هذا الأساس. هذا تمرين تدريبي لإلكم، تمرين تدريبي مشابه للتمرين اللي حليناه. في 1/6/2014 قررت منشأة الفجر إنشاء صندوق المصروفات المثلية بمبلغ 40,000 ليرة سوري. صرفت القيمة بشيك، صرفت القيمة بموجب شيك. ب 10/6/2014 قدم أمين صندوق المصاريف المثرية كشفا بالمصاريف المثرية والذي تضمن ما يلي: 4300 مصاريف نظافة، 8000 مصاريف صيانة، 7000 أجور عتالة، 4000 طوابع بريد، 16000 مصاريف ضيافة. في نهاية شهر حزيران طلب أمين الصندوق المصروفات المثرية، أمين صندوق المصروفات المثرية زيادة السلفة لتصبح 50,000. قديش كانت هي؟ كانت 40,000. قديش بده اياها تصير؟ 50,000. بعض الطلاب راحوا حطوا ال 50,000 كاملة. هذا خطأ. نحن بدنا فرق الزيادة، فرق الزيادة فقط. كانت 40,000، طلب زيادتها إلى 50,000، يعني 10,000 فقط. هذا المطب عم يقعوا فيه، كان يقعوا فيه معظم الطلاب. لازم ننتبه، يعني جزئيات بسيطة ممكن تروح لنا كامل التمرين. وقد وافقت الإدارة على ذلك وحررنا الشيك بقيمة زيادة تاريخ 1/7/2014. ل 30/7/2014 تم تصفية السلفة وإيداع القيمة بعد الزيادة في الحساب الجاري لدى المصرف المطلوب، إثبات المعالج المحاسبي اللازمة للعمليات المذكورة أعلاه، علما بأن رصيد الحساب الجاري في المصرف في 1/1/2014 بلغ 175,000. واضح؟ من حساب شيك مصاريف مصرية؟ ما في شيء اسمه حساب شيك مصاريف مصرية، اسمه صندوق مصاريف مثرية. تمام؟ لا، هذا عكسي يا إيمان، راح يكون من المذكورين إلى حساب المصاريف، من المذكورين إلى حساب المصاريف، إلى حساب المصرف عفوا، إلى حساب صندوق المصاريف المثرية، من المذكورين يلي هي كافة المصاريف إلى حساب صندوق المصاريف المثرية. أوكي. أي سؤال قبل ما انتقل للصندوق أو الأموال الجاهزة أو النقدية الجاهزة في الصندوق؟ في أي سؤال؟ أوكي. هذا تمرين آخر أيضا هي بيحب يحاول فيه، تمرين موجود في المحتوى العلمي، طبعا هو محلول. بننتقل لجرد النقدية في صناديق المنشأة. مثل ما ذكرت، كل منشأة فيها صندوق، والمسؤول عن الصندوق هو أمين الصندوق. بتشوفوا أحيانا بالمولات أو بأي محل تجاري في أمين صندوق أو كاشير، بنقول له بالعامية كاشير. هو عبارة بيقبض وبيدفع، في عنده حركة يومية،
بآخر النهار بكون طبعا عنده دفتر لازم يسجل على الدفتر. بآخر النهار لازم يجرد لنفسه. أحيانا بيطلع عنده زيادة، وأحيانا بيطلع عنده نقص، وأحيانا بيطلع رصيده مطابق. طيب، نحن ما رح نكتفي بجرد أمين الصندوق، نحن بدنا نراقب أمين الصندوق. لذلك لابد من جرد الصندوق جرد مفاجئ. يعني نجي لعند أمين الصندوق بنقول له الله يوفقك، افتح صندوقك واعطيني دفاترك، شوف قديش رصيده الدفتري. بيفتح صندوقه، لازم يكون صندوقه كرصيد فعلي مطابق لما هو رصيد دفتري. إذا ما كان مطابق معناته أنا عندي لازم يكون عندي تسويات جردية. إذا انتصرت التسويات الجردية حين وجود الفروقات ما بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي. إذا قوم المنشأة بجرد الصندوق بشكل مفاجئ. الجرد مو شرط يكون آخر سنة، ممكن يكون خلال أشهر السنة، ممكن يكون شهري، ممكن يكون بنهاية الفترة المالية. نتيجة الجرد مثل ما ذكرت رح ينتج عنا عدة خيارات. أنا بدي قارن رصيد الدفتر الوارد بالدفاتر مع الرصيد الفعلي الناتج عن الجرد كرصيد فعلي، قارن بيناتهم. عندي ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الرصيد الدفتري أو الرصيد الفعلي يساوي الرصيد الدفتري، أي مطابق. أنا هون ما عندي أي مشكلة، أموري كلها بالسليم، ما عندي أي تسوية جردية. الحالة الثانية هو أن يكون الرصيد الفعلي أكبر من الرصيد الدفتري. يعني الرصيد الفعلي 1000، طلع الرصيد الدفتري مثلا 9000. هون في عندي زيادة. يعني هو المفترض أمين الصندوق يكون قابض أو عنده فقط 9000، فتحنا له صندوق لقينا عنده 1000، يعني عنده زيادة. ممكن يكون العكس، ممكن هو عنده 1000 إلا أن الرصيد الدفتري المفترض يكون 1200، الحالة عنده عجز. سواء في حالة الزيادة أو في حالة العجز أو النقص، يجب أن يكون لازم يكون عندنا تسويات جردية من أجل جعل الرصيد الدفتري مطابق للرصيد الفعلي. لأن نحن قدام هلأ أرصدتنا لازم تكون فعلية. هذا الرصيد اللي لازم يظهر عندي، هذا الرصيد اللي لازم يظهر عندي. هو الرصيد الفعلي. بعتذر. إذا يجب تعديل الأرصدة الدفترية بحيث تصبح مطابقة للأرصدة الفعلية وليس العكس. الحالة الأولى هو وجود
زيادة، يعني عندي رصيد فعلي أو الدفتري أكبر من الفعلي. أو عفوا، الفعلي أكبر من الدفتري، بكون عندي حالة زيادة. إذا الفعلي وليكن 1000، الدفتر 900. أنا بهالحالة لازم زيد الرصيد الدفتري ليصير مطابق للفعلي، لازم زيده بمقدار قديش؟ لازم زيده مقدار قديش؟ ب100، صح؟ كيف يزيد موجودات الصندوق؟ يزيد في الطرف المدين، إذا من حساب الصندوق إلى حساب الزيادة في الصندوق. هون عندي زيادة، هون راح يكون عندي زيادة في الصندوق. إذا من حساب الصندوق إلى زيادة في الصندوق، وتقفل الزيادة بملخص الدخل على شكل ربح. طيب الحالة الثانية، أن يكون الفعلي وليكن 1000 أصغر من الدفتري. الدفتر وليكن 1200. قلنا لكم البوصلة تبعي هو الأرصدة الفعلية، بالحال لازم خفض الرصيد الدفتري ليصبح مطابق للفعلي، لازم نقص 200. وكيف بينقص الرصيد الدفتري؟ بالطرف الدائم إلى حساب الصندوق، والمبلغ الفرق هو عبارة عن عجز، هو عبارة عن عجز صندوق، من حساب عجز الصندوق إلى حساب الصندوق، ويقفل عقف العجز إذا كان هذا العجز طبيعي بملخص الدخل. رح نتناول بالتفصيل الشيء اللي حكيناه. من خلال مثال، طبعا لازم نبحث عن عجز، عن سبب العجز. إذا كان العجز طبيعي يقفل في ملخص الدخل. طيب إذا كان هذا العجز ناتج إنه مالك المنشأة هو عبارة عن سوبر ماركت، أمين الصندوق هو نفسه مالك المنشأة، إجا ابنه الصغير قال له يا بابا أعطيني 1000 ليرة مصروفي، فتح الدرج عطاء 1000 ليرة. هي تعتبر مسحوبات شخصية، إذا عندها تعتبر هذا العجز مسحوبات شخصية، يقفل كمسحوبات شخصية من حساب مسحوبات شخصية إلى حساب عجز الصندوق. أما إذا كان هناك أمين الصندوق وهو المسؤول عن هذا العجز، فرح نغرمه فيه من حساب أمين الصندوق إلى حساب العجز. رح نتناول بالتفصيل الحالات الثلاثة من خلال مثال. بفرض أن حساب الصندوق لإحدى المنشآت كان كما يلي: عندي رصيد 1/1/2016 50,000، مقبوضات خلال العام 50,000، مدفوعات خلال العام 90,000. أنا اللي بهمني هلأ الرصيد، طلع عندي رصيد 10,000، هذا رصيد دفتري. جينا لعند أمين الصندوق قلنا له الله يرضى عليك افتح صندوقك، ظهر وليكن ظهر عنا، رح يظهر عنا عدة حالات. الاحتمال الأول هو أنه يكون موجودات صندوقه الفعلية كرصيد فعلي 10,000، الاحتمال الثاني يكون عنده 11,000، واحتمال الثالث يكون عنده 9,000. في حال كان رصيده الفعلي مطابق للرصيد الدفتري ما في أي تسويل جبري، لا يوجد أي معالجة محاسبية كون الرصيدان متطابقان، لما يكون الرصيد الفعلي يساوي الدفتري ما عنده أي مشكلة. المشكلة بتظهر عندما لا يتطابق الرصيد الدفتري مع الرصيد الفعلي. الحالة الثانية أن الرصيد الفعلي 11,000 والدفتري 10,000، بالحالة عندي شو زيادة أم عجز؟ عندنا زيادة.
رح نعالج كل حالة على حدة. إذا الحالة الأولى عند تطابق الرصيدين لا يوجد أي تسويف جذري، الحالة الثانية هو أن الرصيد الفعلي أكبر من الرصيد الدفتري. الفعلي 11,000 والدفتري 10,000، عندي فائض 1,000. قلنا بالحالة في حالة زيادة يجب تعديل الرصيد الدفتري ل10,000 ليصبح مطابق للرصيد الفعلي، عندنا نزيده وبزيد موجودات الصندوق الدفتري بالطرف المتين من حساب الصندوق إلى حساب الزيادة في الصندوق، وتقفل الزيادة بملخص الدخل من حساب الزيادة أو الفائض في الصندوق إلى حساب ملخص الدخل. أي سؤال لهون؟ طيب إذا فتحت حساب الصندوق راح لاقيه كان رصيده بالبداية، كان رصيده طبعا صار أصبح رصيده بعد التسوية الجردية 11,000. لاحظوا كان أول كان 10,000، من خلال قيد التسوية الجردية، قلنا من خلال قيد التسوية الجردية لازم نجعل الرصيد الدفتري مطابق للفعلي. الفعلي 11,000، لذلك بعد ترحيل قيود التسوية الجردية كان عندنا أول شيء رصيده 50,000، مقبوضاته خلال عام 50,000. إذا رحلنا قيد التسوية الجردية من حساب الصندوق إلى حساب الفائض، إذا إلى حساب الفائض 1,000، 90,000 مدفوعات، بيظهر عندي رصيد 31,12 وهو مطابق للرصيد الفعلي 11,000. طيب في حال كان الحالة الثالثة وهو الرصيد الفعلي 9,000 والدفتري 10,000، الفعلي أصغر من الدفتري، عندي عجز. عندي عجز بالصندوق، برافو برافو يا سراء. إثبات العجز هو من حساب العجز إلى حساب الصندوق، على اعتبار يجب تخفيض موجودات الصندوق الدفترية لتصبح مطابقة للفعلي. يعني 10,000 بنعمل قيد تسوية جردية عليها لتصير مطابقة للرصيد الدفتري الفعلي هو 9,000. إذا أول خطوة إثبات العجز. هون بدي ميز بين عدة حالات. الحالة الأولى هو إنه أمين الصندوق هو مالك المشروع نفسه، اعتبرنا نحن إنه يسحب أمين الصندوق في حال كان هو مالك المشروع مثل السوبر ماركت، نعتبره مشروبات شخصية. القيد الأول رح يكون هو بإثبات العجز، بإثبات العجز. هذا القيد ما بنصحكم تتبعوه، هو قيد مباشر. القيد الثاني أو المعالج الثاني رح نوصل لكم اياهم، هاي المعالجة ما بنصحكم تستعملوها، هي صحيحة إلا أنه بخطوة واحدة أنا اختصرت قيدين. أنا هون ما بدي اختصر، لذلك رح ثبت العجز بالصندوق من حساب العجز في الصندوق إلى حساب الصندوق. وعلى اعتبار انه امين الصندوق هو مالك المشروع اعتبرنا يتم اقفال العجز بالمسحوبات الشخصيه. مشان ما تخربطوا راح احذفها بالمره. اوكي؟ اذا من حساب العجز بالصندوق الى حساب الصندوق. ويقفل العجز كمسحوبات شخصية. طيب هاي في حال كان أمين الصندوق هو مالك المشروع. طيب إذا كان حساب الصندوق للحالة الأولى راح نلاقي هون الرصيد الفعلي الدفتري صار مطابق للرصيد الفعلي 9,000. الفعلي 9,000، الدفتري كان 10,000 بعد إجراء التسوية الجردية
تم تخفيض الرصيد الدستري ليصبح مطابق للرصيد الفعلي. إذا فالرصيد الفعلي مطابق للدستري، أو عفوا الدستري مطابق للفعلي ب 9000. احتمال اللي بعده هو الصندوق موظف لدى المنشأة، موظف معتر الله يكون بعونه. هون الشركة بتميز بين حالتين، إذا كان أمين الصندوق موظف فبجوز هو الزلمة يعني العجز مو بيده، العجز ممكن خربط مع زبون من الزباين رجع له زيادة. أول شيء بنسبق العجز من حساب العجز في الصندوق إلى حساب الصندوق، بعدين بندور على أسباب العجز. إذا كان أحيانا بعض الشركات تترك لأمين الصندوق هامش من العجز، بيقول له أخي بحق لك مثلا 5000، فوق ال 5000 أنت بتتحملها عجز. لأن أحيانا عمل أمين الصندوق عمل حساس جدا، بتشوفه أحيانا بالمولات، بتروح على المول ممكن حدا يسأل كيف إجا العجز، كيف إجت الزيادة، بتروح على المول مثلا بدك تشتري غرض غرضين ثلاثة، تدفع لأمين الصندوق مثلا طلع على سبيل المثال 1050 ليرة، بقوم بسامحك من 50 ليرة، بقول لك 1000. طيب ال 50 ليرة عملية، هو سجلت البضاعة 1050، هي حق البضاعة الفعلي بس مقبوضاته الفعلية هي 1000، يعني كأنه حط من جيبته أو انكسر صندوقه ب 50. هون بيظهر العجز، لذلك إذا كان العجز ضمن الحدود الطبيعية أو مسموح فيه بنحمله لحساب ملخص الدخل، من حساب الأرباح والخسائر أو ملخص الدخل إلى حساب العجز. بس إذا ثبت أن أمين الصندوق هو المسؤول بشكل مباشر عن العجز والعجز غير مسموح فيه، سيتحمل أمين الصندوق من حساب أمين الصندوق إلى حساب العجز في الصندوق. واضح؟ واضح؟ اوكي. وإذا رجعنا فتحنا حساب الصندوق راح نلاقي حساب الصندوق أيضا أصبح الرصيد الدفتري مطابق للرصيد الفعلي بمقدار 9000. في تمرين تدريبي مشابه تماما للتمرين الحلي بتاريخ 30/11/2016، كان رصيد الصندوق بالدفاتر 120,000، يعني هذا رصيد دفتري، وبنفس التاريخ تم جرد الصندوق والمطلوب إجراء قيود التسوية الجردية اللازمة في الحالات التالية. أول حالة إن الرصيد الفعلي للجرد 120,000، شو بنساوي هون؟ رصيد فعلي 120,000 ورصيد دفتري 120,000، شو بساوي هون؟ فهي قيود التسوية الجردية، قيد التسوية الجردية بهالحالة ما في تسوية. برافو يا تاء، برافو عليكم، برافو. ما في أي تسوية جردية، دائما التسوية الجردية تظهر عند عدم مطابقة الرصيد الدفتري للرصيد الفعلي، ما في أي تسويات جردية. الحالة الثانية هو الرصيد الفعلي 127,000. إذا عندي الرصيد الفعلي أكبر من الدفتري، شو بكون عندي بالحالة؟ أكبر من الدفتري، شو عجز أما زيادة؟ أما عفوا نعم، عجز أما زيادة. الرصيد الفعلي 127,000، الدفتري 120,000، عم تقولوا عجز؟ ليش؟ هو قابض زيادة، لازم يقبض 120، يعني لازم يكون عنده 120,000، فتح صندوق لقى 127,000، عنده زيادة. الرصيد الفعلي أكبر، يعني في زيادة.
إذا بكون في حالة، في هون في زيادة بموجودات الصندوق. ودائما معلم زيادة صرتوا تعرفوا قيود التسويل الجرفية. الحالة الثالثة والأخيرة هو الرصيد الفعلي 113,000، إذا أصغر من الدفتري. وهون المشكلة، هون عنا عجز. تم اعتبار هذا العجز أول شيء عجز طبيعي في الحدود المسموح بها، ب العجز غير مسموح به وأمين الصندوق موظف. ثلاثة، العجز غير مسموح به ومن الصندوق هو نفسه صاحب الشركة أو المنشأة. واضح؟ طبعا هذا مثال آخر، اللي بيحب يحاول أيضا في المحتوى مشابه تماما للتمرين اللي أعطيتكم إياه وحليناه خلال المحاضرة 31/12/2019. ظهر رصيد الصندوق في ميزان المراجعة بمبلغ 1,000,000، ما هيك؟ و5,000. وعند الجرد الفعلي للصندوق تبين أن رصيده الفعلي هو فقط 1,000,000. شو في بهالحالة؟ زيادة أما عجز. شو برأيكم؟ عجز، برافو، عجز. تمام، على اعتبار أن الرصيد الفعلي أصغر من الدفتري بمقدار 5,000. المطلوب تسجيل قيود التسويات الجردية وإظهار أثر ذلك على الحسابات والقوائم الختامية بحسب الاحتمالات التالية. أول شيء، أمين الصندوق هو مالك المنشأة. مين؟ أمين الصندوق ليس مالك للمنشأة ويتحمل المسؤولية. الحالة الثالثة، لم يحدد المسؤول بعد عن العجز. الحالة الثالثة فقط رح وقف عندها بثواني، لما ما ينعرف من هو عن العجز يبقى القيد مفتوح لا يقفل. من حساب عجز الصندوق إلى الصندوق ما بنقفل عجز الصندوق، ما تبين مين مسؤول عن العجز. فقط لا رح نول هالنقطة، إذا ما تبين من المسؤول عن العجز ولم يعتبر يتم اعتباره هذا العجز طبيعي، يبقى القيد مفتوح من حساب عجز الصندوق إلى الصندوق، ويرصد كل عجز الصندوق والصندوق يظهر في الميزانية. لاحظوا، ظهر الصندوق وعجز الصندوق. ممكن السنة اللاحقة يتبين المسؤول عن العجز ويتم إقفال هذا العجز. إذا في حال لم يتم تحديد المسؤول عن العجز يظهر العجز كرصيد في الميزانية. بس حبيت نوه لها النقطة مشان ننتبه لها. واضح؟ اوكي، نحن لهون تنتهي محاضرة اليوم. اي سؤال؟ اي سؤال عن محاضرة اليوم؟ نحن ان شاء الله المحاضرة القادمة رح نتناول النقدية في المصارف. المحاضرة القادمة رح نحكي عن النقدية في المصارف. رح بعتلكم اياهم، انتوا عندكم السلايدات 6، ما هيك؟ للمحاضرة السادسة. صفي نبعتلكم المحاضرات اللاحقة. في عن الاهتلاك؟ السؤال الأول، إمتى بناخده عن الاهتلاك؟ طيب،
المحاضرة التاسعة. بالمحاضرة 12. بالمحاضرة 12 بناخذ الاحتياطات. اوكي؟ بالمحاضرة 12 يعني بعد 3 محاضرات رح ناخذ الاحتياطات. لسه ما اخذناهم نحن عمليا. اوكي؟ بنحاول قدر المستطاع يعني بحاول اعطيكم فكره عن الاهتلاك بحيث انه تحسنوا تحلوا الوظيفه بالتفصيل. ذكرونا من أعطيكم فكرة عن الاهتلاك بإحدى المحاضرات قبل ما نوصل لوقت الوظيفة. قبل ما نوصل في المفن أنتم مفترض خلال نهاية الشهر الـ 28/12 تكون مقدمين وظيفة، ومحاضرة 12 بتوقع يعني ما راح تكون خلال هذا الشهر، احتمال ما تكون خلال هذا الشهر، احتمال تكون مع بداية الشهر القادم، لأنه قدامنا نحن فقط 3 محاضرات. يعني بنحاول جهدنا إن شاء الله، بس بعطيكم فكرة عن الاهتلاكات. أوكي؟ لو بجزء ذكروني فيها المحاضرة القادمة، أعطيكم فكرة عن الاهتلاكات. أوكي؟ أوكي. إذا لهون تنتهي محاضرة اليوم. لقنا المحاضرة القادمة إن شاء الله، يعطيكم ألف عافية.